كلب مش لازم تربيه، الجزء رقم 69. البوميرانيان كلب مشهور ومنتشر في كل مكان لجماله، لطافته، مشيته وخفة دمه. أول ما عينيك تنزل على هذا الكلب راح يسرق قلبك، وحتحس حالك تتعامل مع شيء أقرب لأنه يكون لعبة. كلب سعيد ومليان طاقة ومن أفضل كلاب المراقبة، فبيشعر بالغرباء وأذانه زي الرادار وحسه عالي. لو جبته ما تشتري له حبل حوالين رقبته، فممكن تخنقه أو تكسر رقبته بدون ما تحس، فما تكون دفش معاه وتفكره بتحمل مسحك. خليك كويس، جيب له هارنس أو شغلة بلبسها وبالربط منها، فهيك إن شاء الله ما بيكون فيه ضرر. معظم الكلاب بتتدرب وبتسوي شو ما بده صاحبها، لكن هذا الكلب من أفضلهم في هيك مجال. ذكي وبيفكر وبيسمع كلام صاحبه، وبهيك سهل إنك تدربه. لما تعلمه شغلة ويحس إنه أنجزها وإنك أنت كنت سعيد بالنتائج، فحيصير همه الوحيد إنه يتعلم منك شغلات أكثر عشان يسعدك أكثر. هلأ ليش ما تربيه؟ أول شيء لأنه من الكلاب الصغيرة الغير مفيدة، فأنا لو تعطيني فلوس ما بدخله بيتي، وبالعكس لما أشوفه بستهبل صاحبه، ما حد يزعل مني. بس كلب صغير شو بده يفيدني أو يقدم لي؟ ما تفكروا بالمنظر، احنا ما راح نتزوجه. مشكلته الكبيرة في نظري هي عمره، بيوصل 15 سنة ايزي، وبعض الحالات ممكن يوصل 18-20 سنة. طيب ليش مشكلة؟ لانك راح تكون مربوط فيه طول هذه المدة، وهاي انا ما لاحظتها الا لما ربيت الببغاء تاعي. هلا سكاي تقريبا قربت من 4 سنين ونص 5 سنين، وبيوصل عمرها 80 سنة، فالله يعطيني العمر والصحة ان شاء الله عشان اقدر ادير بالي على سكاي. خلينا في البوميرانيان، تمرينهم على انهم يقضوا حاجتهم شوي صعب لانهم صغار، فبيقدروا يخلصوا امورهم في اي مكان، ورا الكنبة، تحت التخت، جوا الخزانة، فريحة البيت حتخزي والضيوف حيعرفوا، وانا مش حزورك، مش ناقصني الا اقعد على شخايخ كلبك. لازم تدير بالك حواليهم كثير، لان اي غلطه ممكن تكسر لهم عظمه او ممكن يوقع منك، والصوت العالي بسبب لهم خوف وضغط. شعره بده اهتمام، فبتمشطهم بشكل يومي وبتعطيهم حمام بشكل منتظم. بيستغل جماله عشان ياخذ اللي بده اياه، حتكون بتاكل، حيطلع في اكلك وحيصير بده شوي، حيعمل لك كم من حركة يبسطك فيهم، فحتعطيه ياكل من أكلك. فهو كلب نصاب، وأنا بحبش أي حدا ينصب عليه، فسيبك منه، مش لازم تربيه.